بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. يظل دائما النادي الأهلي هو القلعة الشامخة عشان الفرق التانية اللي في أفريقيا كلها تاخد منه بطولة. اللي يحصل لازم يتكاتف الجميع ضد النادي الأهلي، ولأول مرة أنا بمشي مع نظرية المؤامرة، لأنه اللي حصل خلال الفترة السابقة يخليني أنظر للأمر بهذا الشكل، لأنه حاليا مفيش فريق يقدر يهزم النادي الأهلي جوه المستطيل الأخضر، أو حتى إذا حصل مش هنكون زعلانين الزعل اللي احنا زعلانين دلوقتي. هنبقى زعلانين طبعا ومتضايقين وكل حاجة، لكن تخيل حضرتك أن الكل بيتحد ضد النادي الأهلي، وتخيل حضرتك أن الفساد بيستشري بهذا الشكل ضد النادي الأهلي عشان يقدر يخسر النادي الأهلي بطولة أفريقيا ويطلع يشتكي زي ما شفنا يوم الاثنين، وشفنا بقى امبارح وأول امبارح. تخيل حضرتك أن الاتحاد الأفريقي بيتحد مع بعض الاتحادات المحلية عشان يسلبوا من النادي الأهلي اللقب الأفريقي ويدوا البطولة لحد تاني. أنا اتكلمت امبارح عن تصريحات عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي وكمان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم الأستاذ فوزي لقجع، قال إن عصر الفساد انتهى وإن الفترة اللي جاية هتشهد سيطرة الفرق المغربية على بطولة دوري أبطال أفريقيا. ما هو بالفساد ده برضو، يعني مع احترامي لحضرتك، ها لو ده حصل زي ما بتقول هيبقى ده فساد. لما أندية المغرب لو ده صح الكلام اللي هو بيقوله تسيطر على كل البطولات يبقى أكيد في حاجة. امبارح طلع علينا الأستاذ محمد مقروف المتحدث الإعلامي لاتحاد كرة القدم المغربي ونفى هذه التصريحات اللي قالها فوزي لقجع، وقال إن هذا الرجل لم يدلي بهذه التصريحات الصحفية لصحيفة الشروق الجزائرية. هو فعلا ما أدلاش بهذه التصريحات، أنا معاك على فكرة، هو فعلا ما قالش لصحيفة الشروق الجزائرية، وإحنا ما قلناش إن هو قال لصحيفة الشروق الجزائرية، ولكن التصريحات حضرتك دي تقدر تشوفها على جريدة الصباح وموقع البطولة والمنتخب المغربي. على فكرة ما زالت هذه التصريحات موجودة حتى الآن على الشاشة مع حضراتكم. السيد فوزي لقجع قال إن عصر الفساد انتهى. فساد إيه اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ هو قصدك الفساد اللي حضرتك تسببت فيه داخل القارة؟ وأنا هنا مش بقول كلام من دماغي على فكرة، أنا بقول كلام له مواقف حاضرة ومثبتة وحسردها لحضرتك لكل جمهور النادي الأهلي علشان تعرفوا أن هناك مؤامرة كاملة الأركان تم تنفيذها ضد النادي الأهلي. اقعدوا بقى قولوا بيعيط بيعمل مش عارف ايه، كلام اللي انتوا بتقعدوا تقولوه ده كلام للناس اللي من بعض ما لا يشجع النادي الأهلي بيقعد يقول هذا الكلام، اصل انتوا بتقعدوا بقى تعيطوا وبتاع ومش عارف، احنا خسرنا البطولة صح، ولكن انا بقى ما عنديش حاجة اعملها غير نكشف من هو فاسد. ده طالع يتكلم عن الفساد الأستاذ فوزي لقجع بعد ما عمل حاجات كتيرة جدا هنقولها لحضرتك دلوقتي، طالع بيتكلم عن الفساد. هو حضرتك مش مكسوف؟ السيد فوزي لقجع الرئيس الشرفي لفريق نهضة بركان المغربي. ايوه، اشمعنى نهضة بركان؟ نهضة بركان اللي قدر انه يتوج ببطولة الدوري مرة واحدة كده فقط في تاريخه، مرة واحدة بس في تاريخه. فتخيلوا حضراتكم ان هو توج ببطولة الكونفدرالية مرتين في ثلاث سنين. ازاي بقى فريق واخد بطولة واحدة دوري واحد بس في حياته كلها في المغرب ياخد بطولتين كونفدرالية؟
وقت زمني متقارب جدا جدا جدا. وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا مثلا نهضه بركان وهو بيلاعب نادي بيراميدز من سنه ولا من سنتين، شفتوا الماتش ده خلص ازاي. يعني فريق مش قادر ينافس في الدوري المغربي بيسيطر على عرش القاره الافريقيه لمجرد ان رئيسه الشرفي عضو مكتب تنفيذي وعضو الاتحاد الدولي. هذه أول حاجة. رقم اتنين، الحاج فوزي لقجع بيتكلم عن الفساد. طيب تخيل حضرتك، والكلام اللي أنا بقوله ده أنا عايز إثباتات يا فندم، ومثبت وموجود، وأفريقيا من أولها لآخرها عارف هذا الكلام. وتقرير الأوديت اللي اتعمل على الكاف موجود. موجود يا فندم. أنا ليه أنا طالع أتكلم بثقة النهارده كده وبقول الكلام ده كله؟ لأن كل ده أنا قريته وموجود. طب قضية الفساد المالي اللي اتهم خلالها رئيس الكاف السابق أحمد أحمد، واللي حضرتك متورط فيها، هي القضية دي راحت فين؟ مشيت إزاي؟ حصل فيها إيه؟ أقول لكم القضية دي حصل فيها إيه؟ بقت في بطن الزير. بلغتنا هنا احنا في مصر يعني ما خلاص، يعني بيترمخ عليها باللغه بتاعتنا كده بالبلد. يعني كل ده ليه؟ هل دي اسئله انا بسال فقط؟ هل ان الاستاذ فوزي لقجع قد يكون متورط فيها مثلا؟ ما اعرفش. اقول حاجه ثالث تاني او ثالث، الكلام اللي انا هقوله لحضراتكم ده مثبت، مش من دماغي ولا بدعي على حد. وحضراتكم عارفين ان انا طالما بطلع اتكلم كده يبقى انا في جيبي حاجه غير الموبايل، يعني انا في جيبي موبايل لكن غير الموبايل في جيبي حاجه. طيب ثالث حاجه اقولها لحضرتك، والكلام اللي انا هقوله ده حقيقي، لك ان تتخيل، لك ان تتخيل اي حد اهلاوي يسمع الكلام اللي انا بقوله ده كده. تخيل حضرتك ان في تصفيات المؤهله لكاس العالم اللي هتقام في قطر، المنتخب المغربي لعب 6 مباريات في المغرب، وكمان في المرحله النهائيه والفاصله واجه اضعف منتخب في التصنيف اللي هو منتخب كونغو. ده تصنيف، انا بقولش حاجه. تخيل حضرتك ان الجزائر بتلعب الكاميرون، مصر بتلعب السنغال، المغرب بيواجه الكونغو. طيب حاجه كمان من ضمن الحاجات برضو، او انا ما اعرفش رقم 4 ولا 5، هو مش حضرتك ضربت الحكم الاثيوبي، ضربت الحكم الاثيوبي بملاك تسيمبا حكم مباراه الزمالك ونهضه بركان المغربي في نهائي الكونفدراليه في عام 2019، اهو حضرتك ضربته بالقلم، يعني بتهين الحكم وسلطة الحكام في افريقيا، وتم تحويلك للجنة الانضباط وما حصلش حاجة ولا كأنك عملت حاجة. بالعكس، الحكام بقت بتخاف منك وبتخاف منك تعدي عليهم، يعني لانهم اهو أمام. أنا على فكرة معلش أنا آسف جدا، أنا كل شوية هقول هذه الكلمة، كل الكلام اللي أنا بقوله أهو مثبت. آخر حاجة خالص، تم تحويل الأستاذ فوزي لقجع للجنة القيم عشان الاعتداء على الحكم، بتقرير حكم المباراة ومراقب المباراة، ولم يحدث أي شيء. يا حاج فوزي، بقاء حضرتك لغايه دلوقتي هو الفساد بعينه. طب انا اخر حاجه بس هقولها كده في السريع وبسرعه. طيب الحكم الجنبي العالمي بكاري جسامه، انا ما بغلطش، انا بقول اهو حكم، الحكم بكاري جسامه من كان حكم مباراه الاهلي والوداد في 2017، هو الحكم العالمي الكبير، ها بكاري جسام، في الوقت ده تحديدا او بعد هذه المباراه في 2017، خلي بال حضرتك وتقدر تسيرش تجوجل وتشوف
في نوفمبر 2017 بعد هذه المباراة بأسبوع، المنتخب المغربي كان عنده مباراة فاصلة مع واحد من أقوى وأهم منتخبات إفريقيا في ذلك، يعني منتخب أفريقيا كوت ديفوار في ذلك الوقت كان زي مصر كان زي السنغال دلوقتي كده، حاجة قوية جدا. التعادل يوصل كوت ديفوار. المغرب لازم يكسب، ومش بهدف، لازم يكسب بهدفين. طيب كسب في وجود، تخيلوا حضراتكم، هو مين الحكم اللي حكم مباراة منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار في ذلك الوقت؟ ها نقول مين؟ ايوه، هو بكاري جسامة، الحكم الكبير العالمي كابتن بكاري جسامة. طلع وسافر في طائرة المنتخب المغربي، على ما اتذكر انا دي معلومة بين قوسين الحقيقة، سافر الى كوت ديفوار، ومنتخب المغرب بيفوز على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل لا شيء. وساعتها كان كوت ديفوار ده اقوى منتخب موجود في القارة الأفريقية. سبحان الله، كل دي علامات استفهام، كل دي قد تكون صدفة، انا ما اعرفش، قد تكون صدفة. فساد ايه اللي تتكلم عليه؟ فساد ايه؟ هو تخيل، طيب خليني اروح لحضرتك من ناحية فنية دي برضو. منتخب المغرب لانه لا يلعب على ارضه في اخر ثلاثة امم افريقيا لم يصل اعتقد لدور الثمانية على ما اتذكر، يعني منتخب مصر خرجوا مرتين من دور الثمانية. انا عارف ان ده بس ده كورة على فكرة. الفساد يا فندم ان حضرتك تكون مستمر في الكاف حتى الان وفي الاتحاد الدولي، هو ده الفساد اللي احنا بنتكلم عنه. اربع خمس حاجات قلتهم لحضراتكم، اي حد عاقل هيعرف قد ايه هذا الرجل اللي بيتكلم عن الاهلي والزمالك وكل الاندية المصرية بيبقى عامل ازاي. انت معروف ان انت بتشجع فريق الوداد على فكرة، اللي توج ببطولة دوري ابطال افريقيا مرتين 17 و22، نهضة بركان انا اسف. وحضرتك عايزنا نسكت؟ لن يسكت احد على هذا الكلام، انا بحاول انتقي الالفاظ الحقيقة، لن يسكت احد على هذا الكلام الغير صحيح على قد ما اقدر. لان بفضل الفساد اللي انت بتعمله والمجاملات اللي بتحصل او اللي بتحصل انت عليها بالاكراه من الكاف، قدرت توصل بعض الفرق الى منصات التتويج. مؤامرات حضرتك زي ما انت عايز تقول قول. تخيل حضرتك، وانا قلت برضو او نوهت لهذا الامر امبارح، يجب ان يكون هناك، عايزين نعرف يا جماعه لو سمحتوا، وهذا الطلب هو طلب مني انا شخص، ملوش دعوه ماليش علاقه بالنادي وملوش علاقه باي حاجه، انا بطلب شخصيا ان يكون هناك تحقيق رسمي. هو مين؟ هو الجواب اللي وصل، هو يعني طبعا ما فيش حاجه اسمها الجواب يوصل، هو بيبقى يا ايميل يا فاكس. الايميلات، انا مثلا لو جالي ايميل بعمل ايه؟ بفتح التليفون وبشوف الايميل بتاعي، بشوف جايلي ايميل ولا ما جاليش ولا. فلو جالك، خلينا نقول مفيش حاجه اسمها جوابات، هو ايميل. الايميل اللي جه، هل السيد الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم ما شافش هذا الايميل؟ ولا شافه وعرضوا على رئيس الاتحاد وقال له حطه في الدرج يعني، او يعني مفيش درج صحيح، ده ايميل كانك ما شفتوش؟ معرفش. اتمنى بجد والله، انا الناس دي كلها علاقتي بيهم محترمه جدا، ودايما لما بنيجي نتكلم بنتكلم بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق وكل، وما عنديش مشكله مع اي حد والله اقسم بالله، ولكن انا كراجل اهلاوي انا عايز اعرف هل كل ما يقال خلال هذه الايام هعمله ازاي؟ انا كراجل اهلاوي هعرف ازاي؟
هيفضل الموضوع برضه يترمخ عليه ومحدش يتكلم؟ لا، اتمنى ان حد يقول لنا، اتمنى ان حد يقول لنا. وانا عارف ان الحمد لله والشكر لله صوت قناه الاهلي بيوصل لاقصى درجه. اتمنى ان حد يقول لنا. والسيد وليد العطار رجل محترم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، هو رجل محترم، وانا عارف ان هو لو عنده اجابه لهذا الامر هيطلع يقول. وكل اللي موجودين في الاتحاد على دماغنا ما عنديش مشكله معاهم خالص، ولكن من فضل حضراتكم هل عندما جاء جواب او ايميل او فاكس لحضراتكم حصل فيه ايه؟ ايه اللي حصل في هذا الامر؟ بس انا محتاج كنادي اهلي، انا محتاج كاسلام كمشجع اهلاوي، النادي الاهلي هنشوف هيعمل ايه، لكن انا كراجل مشجع اهلاوي عايز اعرف الجواب ده راح فين؟ او الايميل ده موجود حد شافه ولا ما حدش شافه؟ حد رد عليه ولا ما حدش رد عليه؟ وهفضل كل يوم اطلع اسال اقول هذا السؤال، عايزين نحطه على الشاشه هحطه على الشاشه. من المخطئ في هذا الامر؟ هل حد بلغ؟ لانه النادي الاهلي هو الملام في هذا الامر. الناس كلها عم تقول لك انتوا كمان يعني ما تعرفوش. ما كانش هو لو النادي الاهلي يعرف ما كانش هيبعت ورقه صغيره كده يحطها في الاتحاد يقول لهم يا جماعه احنا عايزين ناخد النهائي الافريقي مثلا. يعني اسهل حاجه في الدنيا ان انا اقول ان انا عايز اجيبه واروح اجيب الموافقات الحكوميه. يعني احنا عندنا بلدنا بلد قويه، بلد امنه، الناس كلها نفسها تيجي تلعب هنا، فاسهل حاجه في الدنيا ان انت تجيب الموافقات وتلعب. لكن انا اهو وباعلى صوت ليا بقول للمره المليون عايزين نعرف من السبب، من المتسبب الحقيقي في اخفاء هذا الايميل او هذا الجواب او هذا الفاكس، وهل بالفعل تم اخفائه عن النادي الاهلي؟ والاتحاد الافريقي لازم يفتكر هذا الامر. في 2019 ومش من بعيده، في 2019 عندما تورط زي ما بقول لحضرتك كده، تورط الاتحاد الافريقي في عدم لعب بطوله امم افريقيا 2019، ده كان شهر يناير والبطوله كانت في شهر 6 لو فاكرين. شهر 1 مش هنلعب وتاجلت لشهر 6. ليه مش هتلعبوا؟ الكاميرون ما كانتش لسه خلصت الملاعب بتاعتها. جريوا على المغرب قالوا لهم كذا، المغرب اعتذر حقه. راحوا على مين؟ راحوا للكبير، راحوا لبلدك مصر. الاتحاد الافريقي راح وقال لهم معلش حاولوا تعملوا لنا هذه البطوله، انجح بطوله خدتها اعتقد الجزائر، المنتخب الجزائري في ذلك الوقت. الجزائر والسنغال في النهائي، الجزائر جاب محرز اللي جاب الجول. مصر طلعت الموافقات الحكوميه وطلعت كل حاجه ووقفت مع الاتحاد الافريقي، ووقفت مع الاتحاد الافريقي لانه انا البلد صاحب العراقه وصاحب التاريخ الكبير وصاحب كل حاجه. مش زي ما الاستاذ فوزي الاقجع بيقول العالم كله اتكلم على مصر وعلى استضافه مصر، افتتاح واختام وحسن تنظيم وامن وامان، وكل الناس اتكلمت عن هذا الامر في 2019 في شهر ولا في شهرين، نظرا لان البنيه التحتيه المصريه زي ما حضراتكم كلكم عارفين وبتشوفوا. فيجي واحد يتكلم بهذا الشكل علشان وناس ساكته، الناس كلها ساكته، هو في ايه؟ النهارده الاهلي، بكره هيبقى في فرقه ثانيه، في معاداه هتبقى واضحه للفرق المصريه خلال الفتره اللي جايه لصالح الفرق المغربيه. وانا هنا لا انتقد، ماليش دعوه بالمغرب، ماليش دعوه باي حد، ده أمم أفريقيا وده اللي حصل في 2019. أنا هنا بتكلم عن النادي الأهلي. قد يكون النادي الأهلي هو السبب في كشف فساد الكثير خلال الفترة اللي جاية. وعلى كل الأندية المصرية من مصلحتكم التضامن مع النادي الأهلي في هذه القضية. والنادي الأهلي هيحارب لوحده، ما عنديش مشكلة، لأن إحنا بقالنا حتى ما فيش اعلاميا خلال الفترة اللي فاتت ما كانش في حد بيتكلم عن اي شيء قبل المباراة. ولكن انا هنصح وبنصح
وبقول، لكن ما عنديش مشكله اللي مش عايز يتضافر عايز يقول حاجه ما هو حر. لكن هل هناك غرض معين بيعمله الاستاذ فوزي علشان حاجه تانية تحصل؟ والله اقسم بالله لو النادي الاهلي فنيا سيء ما كانش حد فينا هيقدر يتكلم، كنا هنقول ان النادي الاهلي سيء ولا يستحق ان هو يفوز. المباراه الاخيره دي، طيب خليني اسال حضراتكم سؤال من جهه تانية، هل لو المباراه الاخيره دي الاهلي والوداد بتلعب في السنغال او في نيجيريا او في ملعب اخر ولم تحدث هذه الاحداث خلال الفتره اللي ما قبل المباراه، هل كان النادي الاهلي هيظهر بهذا الشكل؟ على الرغم ما هذا ليس زي ما كنت بقول امبارح، هذا ليس تبريرا لخساره البطوله، وهذا ليس تبريرا لسوء اداء بعض اللاعبين، وهذا ليس تاثيرا ولا ليس اي حاجه عن الجهاز الفني، ولكن ده جرس انذار بنقوله، مش ممكن يحصل السنه الجايه تاني؟ ما هو الراجل بيقول لك مع فرقه تانيه او مع النادي الاهلي، اذا كان الراجل بيقول لك خلاص المغرب هي اللي هتسيطر على ازاي تسيطر ازاي؟ ليه؟ عشان ايه؟ ازاي؟ ده على الملأ. ده حتى مثلا ايه؟ مش انا بكلم حد فباخده على جنب وبتكلم على، ده انا على الملأ بطلع اقول واللي عايز يعمل حاجه اضرب دماغك في الحيط. لا يا حبيبي احنا مصر، احنا الاداه المصريه. النادي الاهلي، انا هنا هتكلم عن النادي الاهلي، انا النادي الاهلي 10 بطولات 10 بطولات بعرق اللي بجد. بعرق اللي بجد. اوعى حد يتكلم بهذا الشكل، مع الاعتراف ان كل اخواتنا في المغرب بيحبوا مصر جدا وبيكنوا لها كل الاحترام، لكن انا هنا بتكلم عن شخص عن فرد. انا وكل الكلام اللي انا بقوله ده وعلى مسؤوليتي الشخصيه، عشان بس ما حدش يقول لي نادي، نادي له طرق اللي بيتحرك بيها وفي حاجات ان شاء الله هتشوفوها الفتره اللي جايه، لكن انا ما بتكلم كراجل مشجع اهلاوي، ما بتكلمش كحاجه ثانيه، وجهه نظر البيت الكبير مش حد تاني، عشان تبقوا بس حضراتكم عارفين، عشان ما حدش يدخل النادي في قيل وقال، انا البيت الكبير يعني. فاللي بقوله لحضراتكم انه لن نسكت، ما حدش هيسكت، صدقوني ما حدش هيسكت في اي حاجه، لانه اللي بيحصل ده لا يصح يا اخي. وإذا بوليتو فاستتروا. وإذا بوليتو فاستتروا. يعني إذا كان عندك مشكلة اقف على جنب وحلها. مش تقف قدام الناس وتعمل عضلاتك كده وأنا القوي، ها؟ ها؟ ما فيش بقى بعد كده مصر ولا تونس ولا أي حد. طبعًا كلام لا يصح وكلام لن يقبله عاقل. لن يقبله عاقل. مؤامرة، ده بيتقال كمان من ضمن الأمور اللي بتتقال. أنا والله النهاردة الواحد من الصبح قاعدين بنسمع حاجات غريبة جدا. من ضمن الأمور اللي بتتقال أن هناك مخطط ومؤامرة واضحة ضد النادي الأهلي من بعض الموجودين هنا مسؤولين عن حاجات معينة في الرياضة المصرية. خلاص؟ إن هم بما لهم من اتصالات خبوا الايميل. معرفش هل الكلام ده صحيح ولا مش صحيح، لكن انا الصحيح بقوله اهو وبقوله لحضرتك بالقانون وبال الاثبات. هل ده معناه ان النادي الاهلي كان كويس في الملعب؟ لا، معناه ان النادي الاهلي مش ده معناه ان النادي الاهلي كان كويس في الملعب برضو. انا اسف ان انا بقول كل شويه هذا كلام. النادي الاهلي لم يكن في يومه في هذه المباراة ولم يكن جيدا من الناحية الفنية. خلاص؟ أنا بتكلم عن استفزازات حاولوا يعملوها خلال الفترة السابقة عشان يجروا النادي الأهلي إن هو ينسحب ويطلع بره البطولة الأفريقية. هو ده كان الغرض الرئيسي اللي يحصل، إن النادي الأهلي ينسحب ويطلع بره البطولة الأفريقية، وبالتالي ولا بقى نادي قرن ولا بطولات ولا فلوس ولا بتاع والدنيا تقع وخلاص. والاهلي من قاره تانية يعني يا جماعه، والله الاهلي هو كبير افريقيا وسيظل كبير افريقيا. يعني مهما حاول البعض ان هو ينول من هذا الامر لن يستطيع، لان هذا الامر حقيقه.
ان انا ممكن اقف واديك ظهري ابص الناحيه الثانيه كده واقول لك النادي الاهلي 10 بطولات انت خدت كام بطوله؟ انا ممكن اعمل كده عادي خالص، مش هتعرف ترد عليا. ده انا في افريقيا، هكلمك في افريقيا؟ لا، انا حضرتك 10 بطولات، 10 بطولات نفسي بس تقف قدامي كده وتبص لي. انت خدت كام بطوله حضرتك؟ كل خدته كام بطوله؟ لما حد يوصل لغايه 10 ممكن احط ايدي في جيبي كمان، وانا بكلمك اقول لك لما حد يوصل لغايه 8 ولا 7 ولا 8 ممكن اكون انا 16 15. لكن لانها ارقام وحقيقه فلازم الكل يبقى يعلم هو فين، هو فين والنادي الاهلي فين. مش بالكلام، مش بالبق، مش عافيه ومش ورا، لا، قدام الناس كلها وقدام العالم كله الكل يعلم من هو النادي الاهلي، من هو النادي الاهلي امام واحد او بعض الصغار. حضرتك انا بنافس ريال مدريد، مش بنافس يعني اقول ايه بس يا جماعه؟ والله حاجه تضحك فعلا، كلام غير منطقي وكلام غير حقيقي بيحاول البعض ان هو يضحك بيه على الناس في بلده. ففي النهايه انا ليه بس انا النهارده ما كنتش داخل اتكلم في هذا الامر، ولكن انا لقيت الاستاذ طلع ينفي ويقول لك بيضحك، يعني بيضحكوا على الناس والله. يقول له جريده الشروق ما حصلش ان احنا اتكلمنا، فعلا هو حد جريده الشروق اصلا؟ هنتكلم على المغرب وما حدث في المغرب داخل احد اهم المواقع في المغرب واحدى الصحف في المغرب، وكلام واضح وصريح. ولا الجزائر دخلت فيه ولا بعض الصحف الجزائريه ممكن تكون نقلت من هذه المواقع هذه الصحف. فمش عارف الحقيقه ليه كل ما هو كسبت خلاص بقى اكسب وعيش مع نفسك، بسط وافرح ما عنديش مشكله. انا ياما فرحت حضرتك، انا حضرتك، انا تخيل والله بجد انا دايما ببقى لكل من يحفل على النادي، مع انه بيبقى تحفيل لذيذ يعني، لكل من يحفل على النادي الاهلي. تخيل حضرتك ان هناك البعض او بعض من لا يشجع النادي الاهلي، مش الكلمه دي بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحفل على النادي الاهلي، بيحفل على النادي الاهلي ليه؟ والله ما مصدق، بيحفل على النادي الاهلي ان النادي الاهلي اتغلب في الدور النهائي في ثالث بطوله على التوالي كان ممكن ياخدها. وبفساد وبفعل فاعل وبمؤامره. وناس من لا يشجع الاهلي طلع يحفل على النادي الاهلي اللي خرج من النهائي. وهو كان قاعد على الكنبه بيتفرج. زيه زينا يعني، او زيه زي بقيه الناس، فطلع يحفل على ماشي التحفيل الكوميكس. انا بحب الحاجات دي جدا على فكره، وبقعد اقراه وبضحك، ولكن بس ساعات كده بقعد افكر، طب يعني مثلا ما وصلتش، ما خدتش البطوله مثلا السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها 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 ولا اللي قبلها. انا ممكن اقعد اقول اللي قبلها لغايه كتير ورا، لغايه لما الحلقه تخلص يمكن. يعني حاجات غريبه جدا الواحد بيشوفها. والله انا هنا لا بتكلم على فرقه عشان بس ما حدش يودينا الاتجاه، ولكن انا بروح للناس اللي بتقعد تعمل الكلام ده. طبعا هو ما بيشجعوش الاهلي، قد يكونوا خارج مصر وقد يكونوا داخل مصر، عادي بتحصل. فلماذا هذا التعامل؟ نفسنا نعدي هذه المرحله بقى، نعدي هذه المرحله وكلنا نقف مع بعض علشان مثل هذه الشخصيات يجب ان يكون هناك ردع كبير ليهم خلال الفتره اللي جايه عشان يعرف. هو طبعا بدا يحس ان ايه، ان الموضوع جامد جدا والموجة عاليه عليه، بدليل ان الراجل خرج ينفي. يعني اتخيل هو نفى غلط طبعا، لكن اتخيل ان هو الفتره اللي جايه قد يكون هناك قرصة ودن، قد يكون هناك اعتذار علني، حاجه ما اعرفش. ده احساس على فكره وليست معلومه، كل اللي انا بقوله ده احساس فيما عدا الحاجات اللي انا قلتها لحضراتكم، وهي امور موثقه وخارجه من الاتحاد الافريقي بالمناسبه. امور الفساد، انا بتكلم على امور الفساد اللي اتكلمت عليها في الاول، دي خارجه من الاتحاد الافريقي كده بالمناسبه يعني. فانا لما باجي اتكلم لو حد اطلع من جيبي كده واقول لك اهو اتفضل،
أرجو أرجو أن يكون هناك ردع كامل لهذا الشخص، لأنه لا يستحق إلا كلام اللي إحنا بنقوله. عايز نفتح تاني؟ هنفتح. هنفتح تاني وهنكلم تاني ولن نسكت على حق، وهفضل كل يوم أسأل ومين اللي خبى الإيميل؟ أو هل الإيميل ده اتشاف ولا ما اتشافش؟ هل الجواب اللي جيت حط في الدرج زي ما قلت لكم امبارح ولا ما اتحطش؟ عايزين نعرف من هو المسؤول عن هذا الأمر. ولا ليس كل ما يعرف يقال؟ ما اعرفش. ده بجد، واضح ان هو طلع بجد يعني. هناك سلبيات عندنا في الفرقه؟ اه في سلبيات في الفرقه. هل حد يقدر يقول غير كده؟ هل من الممكن ان مثلا كابتن خطيب نفسه رئيس النادي الاهلي هذه القامه الكبيره يطلع يقول مثلا يا اسلام والله مثلا ما فيش سلبيات عندنا؟ كابتن خطيب عارف ان هناك سلبيات، طبيعي جدا. طيب هو ليفربول لما خسر من ريال مدريد في اخر مباراه، هو ده ليفربول ما عندوش سلبيات؟ عنده سلبيات، لكن عندنا ايجابيات كثيره جدا ما تخليناش نمحي اللي احنا عملناه طول الموسم. انا عجبني جدا منظر احتفال ريال ليفربول وعودتهم بعد خسارتهم لنهائي البطوله، دوري ابطال اوروبا، وجوحهم والاحتفال بيهم وبيس مفتوح، واحتفلوا منهم، خدوا بطولتين يعني في الدوري في هذا الموسم، كاسين يعني، احتفلوا بيهم. هذا هو وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي كل الغصه اللي جوانا كلنا كجمهور النادي الاهلي، احنا عايزين نعرف هو ليه المؤامرات وليه الافلام دي كلها؟ وليه احنا على فكره وكل شويه برضه اقول هذه كلمه، لو قفلنا النادي الاهلي 5 سنين 10 سنين زي ما انت عايز تقول قول، هنفضل ابطال افريقيا برضه، وهنفضل البطل التاريخي الافريقي، وهنفضل برضه بطل القرن الافريقي على الاقل لغايه نهايه هذا القرن ان لم يجد جديد. يعني ممكن تلاقي نهايه هذا القرن النادي الاهلي اصبح بطل القرن مره اخرى، وده اعتقد ان الاهلي بيحاول الفتره دي ان هو يحسمها يعني من دلوقتي عشان الاجيال القادمه ما تبقاش ما تتعبش كتير يعني. ولكن هذا هو الفارق الدائم ما بين النادي الاهلي واي حد تاني، النادي الاهلي واي حد تاني. فأتمنى ان يكون هناك رادع قوي لهذه الشخصيه خلال الفتره القادمه. كلام كتير جدا بيتقال عن موسيماني، وان موسيماني هيمشي، وان موسيماني هيقعد، وان موسيماني، هذا الكلام تم يعني مجلس اداره النادي الاهلي عندما خرج امبارح او اول امبارح واتقال انه كان في اجتماع لبحث ترتيبات اخرى خلال الفتره القادمه، خرج مجلس اداره النادي الاهلي وقال ان لا يوجد اجتماعات طارئه بشان اي امور فنيه تخص النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ولكن زي ما قلت لحضراتكم امبارح ان الطبيعي ان مجلس الاداره والمسؤول عن الكوره في مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب مفوض من مجلس الاداره، هو هيقعد مع لجنه التخطيط وشركه الكوره ويقعدوا مع موسيماني ويعرفوا ايه اللي حصل. احنا ليه خسرنا نهائي افريقيا اللي هو الثالث على التوالي، اللي المفروض كنا ناخده الثالث على التوالي، نهائي افريقيا ان بعض من لا يشجع النادي الاهلي بيحاول يحفل علينا فيه اللي هو ثالث مره على التوالي، ماشي. فده طبيعي جدا ان هو يحصل خلال الفتره اللي جايه. خلينا نشوف المباريات القادمه، عندنا وقت جيد جدا لاولى المباريات المصري في سلوم، بعديها مباراه استن كامبري، بعديها مباراه الزمالك، بعديها مباريات اخرى، وبالتالي الاسبوعين اللي جايين هيكون فيهم امور، اسبوع مكثف، عندنا مباريات كثيره جدا، 6 مباريات في اسبوعين. فخلينا نقف ورا فرقتنا، خلينا نقف ورا الجهاز الفني والمدير الفني، وفي نهاية السنة ممكن جدا يكون هناك حساب بشكل أو بآخر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل أخبارنا، أخبار البيت الكبير. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. موسيماني يشارك في دورة الفيفا بالمغرب. النهاردة بمناسبة الخبر ده، أنا شفت النهاردة حد منزل صورة لموسيماني، كذا حد يعني على السوشيال ميديا ومنزلين صور لموسيماني ان هو يعني ايه بقى مكبر دماغه وسايب الفرقه ومسافر الى جنوب افريقيا، على الرغم ان هو لو اجازته ان شاء الله لو يوم واحد وعايز يسافر ويرجع ما يسافر ويرجع، هو حر. لكن
ده الكلام اللي اتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم من الكلام، لان هو ده الاتجاه اللي بيرموا حضراتكم فيه، او يعني بيحاولوا يوصلوا جمهور النادي الاهلي ليه، ان هو بصوا الراجل مش في دماغه ده، بغض النظر بقى عن اللي معترض على موسيماني اللي مش معترض، لكن انا بتكلم على الاتجاه اللي بيحاول يعمله بعض من لا يشجع النادي الاهلي ضد موسيماني. هو مكبر دماغه مسافه جنوب افريقيا، هو راجل رايح دوره بناء على الخبر اللي امام حضراتكم، بيتسو موسيماني المدير الفني بيغادر القاهره الى المغرب اليوم بعد الحصول على موافقه النادي، وذلك لحضور الدوره التدريبيه التي ينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم للمدربين الافارقه. يذكر ان موسيماني تلقى دعوه للمشاركه في هذه الدوره التدريبيه منذ فتره، وقام بعرض الأمر على إدارة النادي التي وافقت على حضوره، خاصة وأن الدورة تأتي خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية. يعني من ضمن برضو الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها خلال الفترة اللي جاية. النهاردة بينضم لاعبو النادي الأهلي لمعسكر المنتخب استعدادا لمواجهة غينيا. انتظم اليوم لاعبو النادي الأهلي في معسكر المنتخب الوطني الأول عقب الانتهاء من المشاركة في نهائي دوري الأبطال، استعدادا لخوض مباراة غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة 2023 بكوت ديفوار. الجهاز الفني للمنتخب الوطني كان قد اختار قرر استدعاء 7 لاعبين من الأهلي: الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، ومحمد مجدي أفشة لمعسكر الفراعنة في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو الجاري. النهاردة أيضا أنهى اتحاد كرة القدم توقيع عقود المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، تمت طبعا مراجعة الترتيبات الخاصة بالسفر والمباراة مع السفارة الكورية بالقاهرة، كما تم التواصل مع سفارة مصر بكوريا الجنوبية ممثلة في السفير خالد عبد الرحمن لعمل الترتيبات اللازمة لاستقبال البعثة. كابتن بالمناسبة الماتش هيبقى الساعة 1 الظهر. كابتن إيهاب جلال يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن القائمة المشتركة أو المشاركة في ودية كوريا الجنوبية. يعقد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة مؤتمرا صحفيا للكشف عن قائمة اللاعبين المشاركين في ودية الفراعنة أمام كوريا الجنوبية المقرر ليها إن شاء الله يوم 14 يونيو الجاري، والاستقرار على الأسماء هيكون السبت المقبل. وأعلن أيضا الاتحاد الكوري الجنوبي عن موعد وتوقيت مباراة منتخب بلاده الودية أمام منتخبنا الوطني على ملعب سيول كأس العالم. وقال الاتحاد الكوري الجنوبي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن مواجهة منتخب مصر يوم 14 يونيو الجاري ستكون في 8 مساء بتوقيت كوريا، والواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. طبعا منتخب مصر بيواصل تدريباته اليوم بالدفاع الجوي استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا. النهاردة محمد صلاح وصل إلى القاهرة قادما من دبي للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني. يعني ما أعرفش، أنا شايف أن احنا أنا شخصيا بالنسبة لي محمد صلاح سيظل هو واحد من الملهمين الكبار للشباب المصري في مصر والوطن العربي وانجلترا. فرفقا بمحمد صلاح، محمد صلاح وجهة نظري في حتة تانية، لا يصح أن يتم مقارنته مع حد، لأنه اللي عمله محمد صلاح ده محدش عمله في مصر. بالمناسبة يعني محمد صلاح يعني لما يجي حد يسأل هو إيه رأيك في اللي بيعمله محمد صلاح، يا جماعة ما هو محدش وصل للي عمله محمد صلاح عشان يقدر يتكلم عنه. فرفقا بمحمد صلاح، اختبار طبي لفتوح بمعسكر المنتخب لمعرفة مدى شفائه عقب حادث سير، ألف سلامة طبعا على أحمد فتوح. يخضع طبعا لاعب المنتخب الوطني الأول لاختبار طبي تحت إشراف طبيب المنتخب لمعرفة مدى شفائه وتحسن حالته عقب تعرضه لحادث سير قبل الانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. لتحديد مصيره من التواجد أو الاستبعاد،
كان أحمد فتوح قد تعرض لحادث سير وهو في طريقه للانضمام للمنتخب، مما أدى لخروجه من قائمة الفراعنة وانضمام كريم حافظ المحترف بتركيا بديلا له. طبيب المنتخب ينضم لمعسكر الفريق بعد سلبية مسحة كورونا. دكتور محمد أبو العلا كان عنده كورونا وعمل مسحة وأصبحت سلبية، وبالتالي انضم رسميا إلى معسكر المنتخب. طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا اليوم بموقع تذكرتي. أعلن المسؤولين في اتحاد كرة القدم المصري عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر أمام غينيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية اليوم على موقع تذكرتي، والمقرر ليها يوم 5 من هذا الشهر. وكشف مسؤولي الجبلاية أن أسعار التذاكر سوف تكون مناسبة للجميع حرصا على توافد أكبر عدد باستاد القاهرة الدولي لدعم الفراعنة أمام غينيا. وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة رسمية من الجهات الأمنية على حضور 40,000 مشجع في مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة في افتتاح مشوار المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار. طيب الحقيقة توصلت الفترة الأخيرة، يعني أنا من الناس اللي أنا بحبهم الحقيقة كابتن شوقي غريب، ومن اللعيبة اللي مصر كلها بقى بتحبها، وكابتن شوقي غريب طبعا مصر كلها بتحبه أو معظم الناس بتحبه، لكن من اللعيبة اللي الناس بتحبها برضو عمر مرموش. وكان في كلام أنا سمعت، يعني كان في لقاء أعتقد لعمر مرموش مع ميدو في المحور، واتكلم فيه عمر مرموش على أنه هو يعني كان زعلان جدا أنه هو كان قاعد بيتفرج على المنتخب الأولمبي من البيت، وأن الكابتن شوقي غريب أكتر واحد ظلمه في الأولمبياد اللي كانت في اليابان لو تتذكروا في ذلك. والحقيقة كلنا اتكلمنا في هذا الأمر، فجمعتني مكالمة أنا وصديقي العزيز هشام حسن بالكابتن شوقي غريب من شوية. بس يعني انا الحقيقه من الناس دايما الكابتن بيكلمني، كابتن شوقي، وانا بكلمه، هشام بيكلمه وبيكلم، يعني على تواصل دائم. فالكابتن شوقي قال لنا، يعني انا سالته في هذا الموضوع مباشره، وهشام كمان ساله في هذا الموضوع مباشره، كابتن شوقي ما صحه هذا الكلام؟ فالكابتن شوقي قال، استغرب جدا وقال لي انا اسلام لا، ما هو طب انا بعت، قلت له بعت لمين يا كابتن؟ قال لي انا لنادي فولفسبورج الالماني. قلت له يا كابتن بص، انا يعني من الاخر انا ما بحبش اطلع في حاجه واتكلم فيها من غير ما يكون معايا مستند، ولو حضرتك مش عايزني اطلعه قول لي، ما خلاص يا اسلام واقفل الموضوع. قال لي لا ليه، ما ده موجود، يعني هوريه لحضرتك دلوقتي. هو كابتن شوقي المنتخب الاولمبي عندما كان مديرا فنيا للمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب خاطب الاتحاد الالماني ونادي فولفسبورج علشان يضم عمر مرموش للمنتخب للبعثه المسافره لليابان. انا ما اعرفش عمر يعرف الموضوع ده ولا لا، بالمناسبه يعني لو حد، لو هو ما بيتفرجش يوصل له يعني، ولكن يعني الكابتن شوقي بيقول لي ان هو عارف هذا الامر. فلو عمر ما يعرفش او يبقى يعرف، عشان ما برضه ما يطلعش يقول مثل هذا الكلام مره اخرى. ف يا كابتن شوقي بعت؟ قال لي انا بعت يا اسلام اهو الجواب اللي انا بعته لفولفسبورج. طب يا كابتن يعني ده الماني ولا؟ فاحنا ما بنعرفش. قال لي لا ده انجليزي. قال لي طيب، قلت له طيب يا كابتن قرينا الجواب. فيما معنى الجواب ان اداره المنتخب بتطالب بوجود عمر مرموش مع منتخبنا الاولمبي في اليابان، في الاولمبياد في اليابان. فالرد بقى ايه؟ طبعا بيقولوا لنا نتمنى لكم كل التوفيق وكذا، واحنا ولكن في مدير فني جديد لسه جديد في الفرقه، وبيتفرج على اللعيبه وبيتعرف على اللاعبين، وهم محتاجين ان عمر، احنا محتاجين ان عمر مرموش يكون موجود معانا. وهذه البطوله ليست مدرجه، ودي دي الحاجه المعضله الكبيره جدا، هذه البطوله ليست مدرجه في الاجنده الدوليه، وبالتالي وده سبب رفض برضو محمد صلاح ليفربول وجلطة سراي لمحمد صلاح ومصطفى محمد في الوقت ده. فقلت له يا كابتن بعد اذنك هطلع؟ قال لي طلع، انت حر بقى يعني، ما لان انا ما بحبش لما اجي اقول حاجه بقى. وقال لي احنا حتى اسلام طلعنا الاي دي
الاي دي كارد كده بيبقى بطاقه للاولمبياد تقدر تروح فيها تشارك تمشي تتحرك في المدينه الاولمبيه ولا حاجه، على امل ان يحصل تغيير ويحصل في الامور امور. ولكن اهو عمر مرموش في طوكيو 2020، لكن اذا رفض نادي فولفسبورغ تواجد عمر مرموش مع كابتن شوقي غريب مع منتخب الاولمبي، وده حقهم بالمناسبه لان هذه الاولمبيات غير مدرجه على الاجنده الدوليه، وبالتالي يحق لاي نادي رفض، لو لم يحل الامر وديا يحق للنادي رفض هذا الموضوع رسميا، يعني ما حدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. عشان كده يعني كان مهم جدا ان احنا نوضح ده، لانه يعني بنتكلم مع كابتن شوقي وقال لي على هذا الامر وحبيت ان انا اوضح للناس هذه الامور. طيب عندنا النهارده حلقه هنتكلم فيها فني بقى شويه، لانه لازم نعرف ايه اللي بيحصل وايه اللي هيحصل من وجهه نظر خبرائنا في كره القدم، لانه الفتره القادمه فتره صعبه وليست فتره سهله. عندنا مباريات متتاليه 6 ماتشات على ما اتذكر في اسبوعين بعد مباريات بعد العوده من المنتخب مباشره، وبالتالي الكل ينتظر ايه اللي هيعمله النادي الاهلي. عندك مباراه مصر بالسلوم، إيسترن كامباني، الزمالك، كل ينتظر مباراه الزمالك مهما نتكلم ومهما نقول. مباراه اهلي وزمالك دي بتبقى مباراه في حته تانية، الوطن العربي كله بينتظر هذه المباراه، وبالتالي هننتظر ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره القادمه. ولكن ناخد بقى وجهه نظر خبرائنا في هنعمل ايه، هنشوف. عموما خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل 2 من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمه والنجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم هنتكلم في نواحي فنيه كثيره جدا فيما حدث خلال الفتره السابقه، وكالعاده دائما ما سيحدث خلال الفتره القادمه وضغط المباريات السته القادمه للنادي الاهلي في خلال اسبوعين مع 2 من خبرائنا في كره القدم. الحقيقه خبير كبير الحقيقه النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. كابتن عادل طعيمه هيحكي لنا وهيقول لنا ايه اللي بيحصل، له رؤيه فيما حدث سابقا وما سيحدث خلال الفتره الجايه. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام حضرتك بخير وموحشنا بخير جدا. وانت كمان والله كله كويس زي الفل والله الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. ازيك كابتن عادل؟ انا بشوفك كتير حبيبي بنتقابل. كابتن عادل ما بيطلش علينا غير كل فين وفين، على طول طالع الصبح، هو بيصحى بدري بينام بدري شكله. الله يخليك كابتن اسلام، اهلا وانا سعيد ان انا قابلت كابتن عادل. كابتن طبعا يكرمك يا رب. كابتن عادل طيب، عايز برضو اسال حضرتك او ابدا بسؤالي، ايه رايك في الاحداث بشكل عام خلال الفتره السابقه؟ انا عارف بيبقى دايما ليك رؤيه مختلفه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ممكن قبل ما حضرتك بس تقول، عشان عندنا النادي الاهلي يحقق الفوز بتنس بايه؟ معلش قولوا لي. تنس الطاوله. ببطوله تنس الطاوله رجال بعد الفوز 3-1 على نادي الزمالك في الدورة المجمعة الثانية. وزي ما حضراتكم شايفين دي نقطة الفوز بالدوري العام لتنس الطاولة وفوز النادي الأهلي. وكالعادة شاشة قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل مكان، وبنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل ده حالا دلوقتي او منذ دقيقة ونصف. يعني ده بمناسبة يعني الفرحة والفوز والسيدات برضو كسبوا من شوية نادي جزيرة الورد 3-2 وحقق بطولة الدوري اللي هو زي الدوري يعني. كابتن عادل بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لازم كل أهلاوي يفخر بناديه ويبقى دايما باستمرار عارف انه النادي الأهلي في منطقة تانية بعيدة خالص، سواء محليا او افريقيا او حتى قاريا. ان ريال مدريد 27 احنا 24، يعني الاهلي لو خد البطوله ديت وريال مدريد ما خدش كان الفرق بطوله واحده علشان نبقى في المرحله الكبيره ديت. ايوه. لما جه موسيماني الحقيقه كان اختياره زي ما انا قلت قبل كده، كان اختيار موفق جدا من الكابتن الخطيب ومن لجنه التخطيط ومن لجنه الكوره. جه على الوداد، كسب الوداد رايح جاي، وبعدين مقتنع جدا وعارف تاريخ النادي الاهلي كويس قوي،
حصل على كم من البطولات ما فيش مدرب قبليه عملها. واعتقد من الحاجات اللي هي بتتكتب في تاريخ النادي، لان دايما البطولات بتيجي عن طريق مجلس اداره بيختار مدير فني، مدير فني بيبقى معاه لعيبه وبرضه الاداره بتختار معاه في اللعيبه. كل العوامل دي بتتكاتف علشان توصل للمرحله اللي انت بتوصل لها. نعم. في الفتره ديت وعلى الرغم من كثافه المباريات اللي انت بتلعبها، وانا قلت مع حضرتك السنه اللي فاتت السلاية لعب 90 ماتش، في حد في الدنيا لاعب يلعب 90 ماتش في دوري؟ اللي قلنا السيتي اللاعبين وهم بقى السيتي اللي بيلعبوا كل البطولات لاعبين واحد اكتر واحد لعب ما بين 61 ل 64 مباراه، احنا كنا معديين حاجه و70 وفي 3 4 لعيبه معديين ال 90 منهم السلاية. الكلام ده استنزاف للاعيب، والكلام ده قبل البطوله العربيه وقبل الافريقيا وقبل كاس وقبل تصفيات كاس العالم. فانت مع كل الضغط والكثافه ديت ومع كل الاجواء اللي انت بتلعب فيها من برد شديد الى حر شديد الى ملاعب سيئه الى ما فيش فار الى الولاد اللي بعض الناس يعني ضاغطين عليهم جامد، الولاد دول عملوا انجاز واعجاز مع الاداره ومع الجهاز الفني. نعم. ما فيش شك ان الفتره اللي فاتت من 2019 لحد النهارده النادي الاهلي في مؤامره شديده بتدبر ليه، والدليل على كده العناصر اللي هي بتوصل علشان تقود الكره في مصر. اولا ما بتجيش بالانتخاب وبتيجي بطريقه مش مظبوطه، ده قبل الاتحاد الحالي. نعم. قبل الاتحاد الحالي. وزي ما حضرتك عارف ان انت هل ممكن دولة بحجم مصر تديرها ساموراء اربع سنوات لجان بتدير الكرة في مصر؟ لجنة خماسية فاطمة سامورة ولجنة ثلاثية مصر ام الدنيا اللي هي مؤسسة الاتحاد الافريقي، ما يبقاش فيه مجلس منتخب وبعدين خد بقى عندك قرارات كلها ضد المنتخب المصري وضد النادي الاهلي وضد الفرق المصريه. لجنه الحكام بنشوفها قد ايه بتبقى متحامله جدا على المنتخب وعلى الفرق المصريه وخاصه النادي الاهلي. لجنه الحكام الافريقيه تمام. امال ايه لجنه الحكام الافريقيه واللي أوكي. فيها الاخ المصري عصام عبد الفتاح هو في اللجنه الافريقيه. فكل العوامل دي مع الكثافه العاديه الكبيره جدا في الكوره، الماتشات اللي اللعيبه بتاعتنا بتلعبها والجهاز الفني بيلعبها، كل الضغوطات ديت ومع ذلك ومع الـ الاخطاء التحكيميه اللي احنا بنشوفها والفار اللي احنا بنشوفه كل الامور ديت، ومع ذلك انت ماشي في طريقك وبتحصل بطولات. واي حد هيحاول ان هو ينافسك زي ما حضرتك في المقدمه عايز له مش اقل من 20 سنه علشان يحاول ان هو يقرب منك، لانك انت دايما يعني 42 دوري المنافس 12، انت كاس عالم انديه 10، الانديه اللي بتنافسك في مصر مفيش، انت بتوصل 15 مره نهائيات كاس عالم بتاخد 10 منهم، وكانت ممكن تبقى ال 11 اللي فاتت. ريال مدريد عنده 27 بطوله قاريه، احنا عندنا 24. انت بتنافس، انت في كاس العالم للانديه ريال مدريد عنده 4 كاس عالم، 4 ميداليات ذهب، برشلونه عنده 3 ذهب واحده فضه، الاهلي عنده 3 برونزيه، يعني الاهلي نمره 3 في عدد الماتشات، انت اكبر نادي عنده عدد ماتشات، اكبر نتيجه في كاس العالم الانديه، انت كسبان الاتحاد، كسبان الهلال 4 عدد الماتشات انت الاكثر، فانت في 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 سما وناس يعني ماشيه كده يعني على الارض كده بعيد عنك. فده فنيا واداريا انت بتعاني معاناه شديده جدا، واخرها المؤامره اللي اتعملت الماتش اللي فات. تمام. كابتن عادل برضو اعرف وجهه نظرك فيما حدث سابقا، ما اتكلمناش كتير احنا قبل الماتش، كنا بنتكلم عن دايما النواحي الفنيه والامور الفنيه وامور التحفيز. اول حاجه يا كابتن اسلام انا عايز اتكلم في 3 نقط بسرعه كده. اتفضل يا كابتن. النقطه الاولى انه النواحي الاداريه وبالذات المنظومه بتدار في الاتحاد الافريقي وفي مصر حتى كمان.
تاني حاجة في شق الجماهيرية والجماهير والحاجات دي. التالتة في أمر النادي الأهلي. نعم. رقم واحد، أنت لما تيجي تتكلم على، أنا مش عاوز أسمي الدولة، ولكن عايز أقول لك إن في حد عايز يستحوذ على الاتحاد الأفريقي. ده مش من ناحية كرة القدم بس. أنا آسف، هو حتى في النقطة دي يا كابتن، أنا لما أجي مثلا أنا وكابتن عادل قاعدين أقول له أنا نفسي نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، حتى لو فيها كلام، بس ده بيني وبينه مثلا، لكن أطلع إعلاميا وفي جرايد وفي مواقع وبتاع وأقول أنا هعمل وهخلي وهسوي وانتهى عصر اللي مش عارف إيه، وعلى أساس إن إحنا يعني كنا في، لا ده أنا عايز أقول لك حاجة قوية يمكن الناس مش واخدة بالها. أنت حتى في الاتحاد الأفريقي لكرة الطايرة الفولي، انت لسه، لا ده قصه، عمرو علواني متشال ومحطين بشره مغربيه. المهم ده قصه، ده قصه. لا يعني ده حصل كمان حاجه بس يعني، وفي حبه اتحادات واحنا قدرنا برضو. لكن عاوز اقول لك حاجه، انت هنا ترجع للثقل بتاع البلد نفسه. احنا كمصر طول عمرنا علشان دوله كبيره زي ما الكابتن عادل قال، مش بنستحوذ، ولكن احنا عندنا كوادر بتشتغل في كل مكان. في كل مكان. انت الكوادر اللي بتشتغل في الاتحادات ما بتساعدكش. ليه ما بتساعدكش؟ يعني خلينا نعترف ونقول ما حدش بيساعدك من الكوادر المصريه. ده دايركت، حدش بيساعد. لا. الاهلي تقصد؟ مش الاهلي بس، مصر كمان، ولا الانديه ولا ما اصل الاهلي هو مصر، ومصر هو الزمالك، ومصر هو المحله طبعا. ومصر اي فرقه بتلعب في بطوله افريقيا فهي مصر، هي مصر. لكن انت لازم تعرف انه الخلل جاي من هنا اصلا. يعني انت لازم تبص على سبب المشكله ايه. انت بتتكلم، مش عاوزين نعيد الكلام، ان في خطاب وتخبى الخطاب والحاجات. الموضوع باين ومعروف ان هي كان في النادي الاهلي ما ياخدش البطوله. ليه ما ياخدش البطوله؟ لان الاتحاد الافريقي، غير انه كمان كل فتره بعاوز يدي او يميل لدوله او يميل لفرقه، تتويج فريق كره، فريق تنس الطاوله سيدات بالدوري العام في تنس الطاوله سيدات زي ما حضراتكم شايفين والكابتن عادل بيتكلم. اتفضل. مبروك الاول، ولكن لا. الحاجه المهمه اللي انا عايز اقولها لك كابتن اسلام اكمل فيها، اتفضل. انك انت في حرب عليك. أوكي. انا بقول حرب ومش بقول مؤامره. ليه؟ لأن المؤامرة ممكن يحقوها وتشتغل خطوة بخطوة. لا، أنت في حرب عليك ومعلنة. نعم. ما هو اللي أنت قلته ده إعلان حرب عليك في الكورة، يعني في لغة الكورة اللي هو حرب رياضية يعني. رياضية، أن انتهى الموضوع وانتهى الاستحواذ والحق، وأنت ما كنتش بتستحوذ إلا بقدراتك، لأن أنت أكبر دولة في أفريقيا، أنت صاحب المقام الرفيع في بطولات أفريقيا. الشق الثاني بقى اللي إحنا عاوزين نتكلم عليه وده مهم جدا، الشق الجماهيري. انت عندك مشكله ولازم نعترف بيها، زي ما بنقول حاجه صح. نعم. نقول كمان الاخطاء بتاعتنا. اتفضل. لازم تعرف يا كابتن اسلام ان الجيل الحالي لا ما بيعرفش يلعب قدام الجمهور. اديك دلائل. ماتش السنغال، ضغط الجمهور. فاكر احنا لما كنا عشنا في الظروف اللي زي دي ونلعب وانتوا برضو جيلكوا، ما كناش نخاف ولا كنا نتخض ولا كنا اي حاجه. انا انا بلعب 120,000 انا احيانا في ماتشات، صح، في الدوري الممتاز وفرق من الديل الجدول اقل منك. 120,000 متفرج. فطول عمري واخد على كده. خلي بالك اللعيبه ما بقت بتتخض من الجمهور، عشان كده لازم الرجوع شويه لحته الجمهور تدريجيا. بس ابتدت الدنيا هي حتى في مباراه المنتخب النهارده او المباراه القادمه 40,000 متفرج. يعني خلاص، يعني الجيل ده كله ما خدش على كده يا كابتن اسلام، ما خدش على المشروع. دي مهمه، دي نقطه مهمه جدا. الحاجه الثالثه بقى المهمه، احنا كنادي اهلي كان مطلوب انك ما تاخدش البطوله، بس في برضو لازم البطل او القوي طبعا لازم يعرف ايه العله اللي كانت عنده. احنا ما كناش كويسين في المباراه، يعني احنا لو اتكلمنا فنيا هنلاقي ان احنا اخطانا كتير جوه الملعب. نعم. ولازم نتكلم عليها طبعا. والبطل دائما، ما هو العلاج الصح انك تقول المرض اللي عندك. مزبوط. انت لو دكتور وانا رايح لك وانا مريض وما قلت وبقول لك انا رجلي وجعاني وهي دماغي وجعاني، هيعالج لي رجلي مش هيعالج دماغي. فانت المفترض ان انت لازم برضو عندنا اخطاء. اخر حاجه قبل ما اقفل الكلام،
آن الأوان الناس، يعني إحنا كنادي أهلي ما نعاملش الناس بلغة الفرسان النبلاء، الفارس النبلاء أو الفارس النبيل، خلينا نتكلمها بمنتهى الصراحة. لا خلاص، لازم يكون ليك أنياب. لا، ولأنه للأسف الناس فاهمة إنه ده ضعف. خلي بالك، هذا احترام، الأدب والاحترام، وإنك أنت تتحمل علشان حاجات كتير، أنت القدوة وكل حاجة. لا، أنا الأوان إن خلاص. وده تحذير بقى، يمكن أقول لك حاجة، مفيش تحكيم تاني هيظلمك. أنا بكلمك بمنتهى الأمان يا رب يا كابتن، لأن مفيش حد هيسكت. تحكيم مفيش ظلم تاني، فار والأشكال اللي بتحصل في الفارات والحاجات دي وفي الماتشات الدوري مش هتقيل علينا تاني، ولا هنقبلها ولا هتبقى موجودة. أنت خلي بالك، ولازم حق النادي الأهلي ياخده كامل ومكمل. احنا مش عايزين اكتر من حقنا، بس هو الايام الجايه ده تحذير. انا مش بتكلم باسم النادي الاهلي. أيوة. سنه واحد من جمهور النادي الاهلي، سيبك من اني كنت لاعب سابق والحاجات دي، انا شخصيا مش عاجبني ان انا في وقت خلاص اللي هيغلط فيا هبينها. كنا الاول نقول لا، حذر شويه ومعلش ونعدي، مفيش تعديه. انا من وجهه نظري انا كجمهور على الاقل، لانه زادت قوي. بدا الحرب تبان، بدا المؤامره تبان، وبدا انك انت كل شويه يبعت لك في صيغه فار، في صيغه مثلا يعني حكم جوه الملعب، اتحاد افريقي يودي الفاينل على افريقيا ويوديه على المغرب. الحاجات دي كلها خلاص، يعني ان الاوان ان مفيش سكوت على اي حاجه بعد كده. ده من وجهه نظري. طيب كابتن عادل، يعني هل تم التحضير ذهنيا لهذه المباراة من الجهاز الفني اللي هي المباراة النهائية من وجهة نظرك؟ انت كلاعب سابق، ولو في معاك جهاز فني ومعاك جهاز اداري ومعاك رئيس النادي ومعاك كل الدنيا معاك، وبتقول لك ان انت رايح تلعب في المغرب، ودي مش ارض محايدة، وان احنا هنلعب غصب عننا هنلعب هناك، وبيحطك في تراك مالكش قرار اخر، ما هو عايز يحطك في مكانه، يا انسحاب يا تلعب، مفيش قرار تاني. انت لا، يا تنسحب يا اما هتيجي تلعب في ملعب. يا اما تيجي تلعب في ملعب. هنكمل يا كابتن، لكن ده برضو تتويج التنس الطاوله رجال زي ما حضراتكم شايفين ببطوله الدوري العام لتنس الطاوله، وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك بثلاثيه مقابل ثلاث شوط مقابل شوط واحد. اتفضل يا كابتن عادل. فبيوسع هو بقى، بيوسع للوداد، فتيجي في الدور الاربعه، وللاسف الوداد بيلعب فريق جزائري، حكم مصري في الدقيقه 94 وضربه جزاء ما فيهاش حل، والفار اللي هو برضو اخر مصري برضو البنا بيستدعي الحكم وضربه جزاء ما لهاش حل، وبعدين يرجع يعمل اسقاط عشان الوداد يتاهل. وبعدين في الكونفدراليه برضه حكم مصري في الكونفدراليه يحسب ضرب الجزاء وهميه، اللي هو اصلا كان في طرد في الماتش بتاع النادي الاهلي وضربتين جزاء الاخ عاشور ما حسبهمش، بيحسب ضرب الجزاء وهميه لنهضه بركان في المباراه عشان نهضه بركان ياخد البطوله. قبل ما تروح المغرب يا كابتن، انت عارف، انت كلاعب عارف ان انت رايح وهتلعب، لا هيبقى معاك جمهور، وحتى جمهور لو راح هيبقى 1000 2000 في مدرج مش هيبانوا. فانت الحته دي قبليها طبعا ب 10 ايام انت لاعب اربع ماتشات، وهي العمليه مش ان انا قبل الماتش باربع خمس ايام هلحق الاربع ماتشات اللي انا لعبتهم 48 ساعه، اطلع البرج العرب ارجع على هنا روح على هنا. اربع ماتشات كانوا الى جانب الاصابات اللي كانت موجوده عندك طبعا. وكلها ماتشات النادي الاهلي بيلعب، وانا قلت قبل كده انت بتلعب في برج العرب الملعب لونه اصفر رمل، 48 ساعه الملعب اخضر غامق وفاتح وزي الفل. يعني هل في 48 ساعه الملعب النجيله طلعت والملعب اتصلح؟ يعني دي كلها حاجات
انا بشوف انها حاجات مش سليمه. انت بتحارب النادي الاهلي ليه؟ عشان ايه؟ طيب انا كرئيس لجنه حكام هل انا المسؤول عن الاخطاء اللي تحصل؟ لا، رئيس الاتحاد. انا عارف ان انا بقالي 5 سنين كرئيس لجنه بأدير الكوره في بأدير لجنه الحكام ومفيش تطوير. بأصر ان الراجل يفضل موجود وتبقى الاخطاء هي هي سواء في افريقيا او محليا. الامور دي كلها لما اللعيب يبقى نازل طبعا في اجهاد، في لعيبه 4 اساسيين كانوا خارجين من اصابات مفيش شك ان هم اثروا. حمدي فتحي هل ده مستواه؟ اكيد ان هو مش سليم 100%، هو طبعا اكيد سليم بس ذهنيا ما هوش كامل. والدليل على كده الكره اللي اتشاطت وجت جول فينا المفروض الراجل ده تبعه معاه يبقى على رجله. وحمدي فتحي عودنا دايما ان الكور اللي زي دي على طول حمدي بيمنع اي حاجه من الحاجات دي انها توصل، ودايما حمدي فتحي تبص تلاقيه في 6 ياردة بتاعه الفريق المنافس، يا اما بيسدد يا اما بدماغه ما كانش موجود. وده انا مشفق عليه لانه هو لعب البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وكاس العالم استنفذ كل جهده في البطوله العربيه بتاعه الاشبال. وكابتن سعد كان بيكلمه ويقول لهم يا اخوانا بالهداوه شويه، دي بطوله يعني ما هياش بطوله، لان انت السعوديه رايحه بالاشبال، الجزائر رايحه بالفريق الثاني، فانت عملت جهد غير طبيعي في البطوله دي، دخلت على افريقيا وبعدين تيجي على كاس عالم انديه وبعدين تروح رايح على تصفيات كاس عالم، انت استنفذت قوتك كله في عدد المباريات اللي انت لعبته. نعم. فبتيجي في ماتش زي ده هتدي لك الثالثه كبطوله افريقيه، فانت واقف ما انتش قادر نتيجه ان انت اصبت وفي اجهاد. حته الجماهير اللي كابتن عادل قال عليها، انا لعبت النادي الاهلي لعبه قبل كده في 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 كل المحافل يعني سواء كاس، هو بيتكلم بشكل عام ان عدد بس الجيل ده يا كابتن، الجيل ده يعني لعب مع جماهير كتيره سواء مع المنتخب ومعظمهم في المنتخب، وبعدين في مجموعه كبيره منهم لعبوا كاس عالم انديه وفي كل حته كانوا بيلعبوا. صحيح طبعا انا مع كابتن عادل انه برضه في بقالنا 10 سنين مفيش جمهور تقريبا، ففي يمكن 3-4 ممكن يكونوا، بس الولاد الكبار اللي موجودين بيعملوا برضو نوع من الاحتمال كبير. ودي برضو انا بقولها لموسيماني، انت في المباراه ديت بتراهن على اللعيب ان هو هيديك 8 من 10، فانت 8 من 10 دي بيديك 3 من 10 و4 من 10. فانا مثلا اي لاعب سي من اللعيب انا بلعبه في البدايه في بدايه التشكيل على اساس ان انا اقل حاجه هيديني 8 من هيديني 7 من 10 وفاجئ انه بيديني 3 من 10. فدي برضو لازم تبقى في حسابات المدير الفني، يبقى عارف ان في لعيب لما انا بديله مينيمم ما بدينيش اقل من 7.5 من 10، ما افاجئش ان انا بلاعب لعيب 2-3 وبعدين مره يديني 9 من 10 ومره 2-3 0 مره ما فيش. زي ما حضرتك اتكلمت مثلا هاني ما كانش موجود في المباراه بالظبط، هل هاني ده انا اشدت بيه في ماتش الانبي بيلعب مساك وكان ما غلطش غلطه، فانت بتديني نار 8.5 وبعدين في ماتش مهم زي ده ما تدينيش خالص. فبرضو الرهان ده لازم انا كمدير فني يبقى عندي 30 لعيب عارف ان ده ممكن هيديني في المباراه ديت اقل حاجه هيديني العدد من الدرجات اللي انا محتاجها. طيب هنطلع فاصل وهنرجع برضو نكمل مع كابتن عادل طعيمه وكابتن عادل عبد الرحمن عن هذه المباراه والقادم مع النادي الاهلي. وكالعاده متواجدين في كل مكان زميلنا محمد توفيق بعد فوز النادي الاهلي بدوري الرجال والسيدات في تنس الطاوله عمل لقاءات. خلينا نطلع نشوف هذه اللقاءات ونرجع نكمل مع حضراتكم هذه الحلقه مره اخرى. مساء الخير كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد من ايام النادي الاهلي وانتصارات النادي الاهلي اللي لا تنتهي ابدا. النهارده انتصار جديد لفريق تنس الطاوله رجال وسيدات ابطال مصر. يمكن يعني من ساعتين بالظبط كان تتويج فريق السيدات بدوري الجمهوريه، ومن بعده كمان فريق الرجال النهارده بيتوج بدوري الجمهوريه
بعد الفوز على الزمالك 3-1. يمكن النادي الاهلي كان فاز بدوري المجمعه الثانيه النهارده، وكمان كان فاز كمان بالدوري المجمعه الاولى، وفاز بمجموع الدورتين سواء في السيدات او الرجال. ومعانا حالا دلوقتي الكابتن اشرف عبد الفتاح رئيس جهاز الاستثمار بالنادي الاهلي. الف مبروك كابتن اشرف. يعني انتوا نفسكم مش عارفين عدد البطولات اللي اخذتوها كام من كتر ما كل السنه النادي الاهلي هو الحمد لله 13، دي 13 على التوالي. يعني الف مبروك الفوز سيدات ورجال. يمكن ضغوط بطوله افريقيا لسه اكتر من لاعب يعني راجع من افريقيا واخدين بطوله افريقيا، ومع ذلك النهارده الفريق بيقدم مباراه كبيره. يمكن دوري المجمعه الاولى كانت اسهل بكتير من الوطن كلها، لكن النهارده كان في منافسه كبيره جدا مع الزمالك. لا هي الدوري المجمعه الاولى كانت زي الثانيه، بس الفرق ان احنا شمال لعب اول ماتش مع اللعيب الاجنبي وقدر يكسبه الحمد لله، وكسبنا 3-0. في الدوري المجمعه الثانيه ما توفقش في اول ماتش البيلي مع الياباني او البرازيلي، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب 3 ماتشات اللي بعد كده. يعني بتقول ايه النهارده لعيبتك سواء رجال او سيدات هم ابطال مصر النهارده؟ طول عمر لعيبه التنس طاوله ولعيبه النادي الاهلي رجال، يقفوا في المواقف الصعبه وبنلاقيهم دايما فيها. النهارده يعني يمكن بطوله سيدات كانت اخر مباراه امام جزيره الوقت كتحصيل حاصل، ومع ذلك صممتوا انكم تلعبوا القوام الاساسي، والنهارده قدرتوا تحسموا المباراه وتحسموا البطوله كمان. كان احنا كسبنا البطوله من النهارده الصبح في ماتش السيدات، بس اصرينا ان احنا نلعب بكامل قوتنا في ماتش جزيره الورد، وربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسبهم، وكان ممكن نكسب احسن من كده كمان، بس الحمد لله على كل حاجه. اخيرا رساله توجهها للاعبيك النهارده وجماهير النادي الاهلي. شكرا للاعبتي كلهم، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي. شكرا كابتن، ودايما موافقين باذن الله. كابتن اسامه مكملين لقاءاتنا على احد من نجوم المباراه النهارده ونجوم الدورتين المجمعتين الاولى والثانيه، محمد البيه لاعب النادي الاهلي. محمد الف مبروك الفوز. يمكن تعبت جدا في المباراه الاولى يمكن مع المحترف البرازيلي 3-2 خسرتها، ما كانش فيه توفيق في اخر شوط، ولكن قدرت في المباراه الاخيره مع احمد صالح واحد من نجوم الزمالك انك تكسب المباراه 3-1 وأداء اكثر من رائع. الله يبارك فيك. الحمد لله. طبعا اهم حاجه زي ما انت قلت المكسب بالمباراه، حاولت ان انا مع البرازيلي ان انا اكسب المباراه سهله علينا شويه، بس الحمد لله ما حصلش نصيب، الحمد لله قدرنا نحسمها. الحمد لله الحمد لله الف حمد الف وشكر لك يا رب. بشكر كل اللعيبه والجهاز جهاز النادي الاهلي كله ومجلس الاداره، ويا رب تكون فرحنا جماهير. وبشكر اخواتي طبعا والدي ووالدتي يعني عشان الدعوات، فالحمد لله يعني. كابتن محمد يمكن مباراه صعبه، لكن الحمد لله قدرتوا تحسموا سواء الدوره المجمعه الاولى او ثانيه كمان، واعتقد تفوق كاسح لرجال النادي الاهلي. الحمد لله زي ما انت قلت احنا كنا حاملين اللقب الحمد لله من 2009، احنا حاملين اللقب. كنا المباراه كانت صعبه قوي النهارده، والدوره المجمعه الاولى عشان الزمالك معاه محترف برازيلي وكابتن احمد صالح نجم منتخب مصر، فالحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب ونفرح كل جماهير النادي الاهلي الحمد لله. شكرا يا بيه، ودايما موفقين ودايما ابطال باذن الله. بينضم لي كمان كابتن اسلام واحد من نجوم الفريق النهارده اللي كان لهم دور كبير جدا في حسم البطوله سواء في الدوره المجمعه الاولى او الثانيه، محمد شومان. يعني الف مبروك الفوز النهارده. يمكن مباراه كبيره في مباراه الزمالك الاولى في الدوره المجمعه الاولى قدرت تحسم المباراه امام المحترف البرازيل وتسهل الامور، والنهارده كمان يمكن بدايه الفوز كانت بالمباراه بتاعتك. الحمد لله، يعني ده كان توفيق من ربنا الحمد لله، اذا كان في الدوره الاولى او الثانيه. وطبعا كان الماتش النهارده ده مهم جدا، اللي احنا كنا متاخرين 1-0 فكان لازم نكسر ال 1-1، دي كانت هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا، فالحمد لله ربنا كرم الحمد لله. محطات البطوله بقى، يمكن احنا الحمد لله حامل اللقب للمره 13 على التوالي، ولكن برضه بقى فيه صعوبات، ولكن انتوا كعادتكم دايما عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي بيكم دايما. طبعا البطوله دي كانت من اصعب الدوريات اللي انا لعبتها، لان انا اصلا يعني لسه بادئ العب في الدوري من بقالي مثلا اربع سنين ولا حاجه، فده كان اصعب دوري في حياتي، لان كنا احنا تحت ضغوطات جامده جدا، لان نادي الزمالك فيه كابتن احمد صالح رقم 40 على العالم، وجايبين الولد كوستافو تسوبايدو برضو رقم 25 على العالم، فالموضوع كان صعب بالنسبه لنا شويه، بس الحمد لله ربنا كرم وروح النادي الاهلي هي اللي بتكسب دايما. كلمه لجماهير النادي الاهلي واللي جاي ان شاء الله ازاي؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، وشكرا جدا لجماهير الاهلي على دعمهم لينا وعلى كل حاجه بيقدموها لينا. شكرا شمال، ودايما بالتوفيق باذن الله. كابتن اسلام، طبعا الفرحه جميله، النادي الاهلي في الرجال ده العام ال 13 على التوالي حاملين اللقب في بطوله الدوري، وكمان سيدات الاهلي نفس الوضع، يمكن فوز اكثر من رائع، العلامه الكامله سواء في الدوري المجمعه الاولى او الثانيه، اعتقد هو ده النادي الاهلي وده اللي يليق بتاريخ النادي الاهلي، ودايما يا رب النادي الاهلي في بطولات وانتصارات ويبقى دايما رقم واحد. كمان كابتن اسلام اتفضل. شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق. زي ما حضراتكم شايفين تقول لي هتفرح بتنس الطاوله، ايوه هفرح بتنس الطاوله. النادي الاهلي جمهوره بيفرح لانه بيحب ناديه، مش عشان انا بكسب بطوله ولا حاجه، لا، لكن عشان بحب ناديه فعايز افرح، بفرح بتنس الطاوله. طب خليني اقول لحضراتكم حاجه كمان بالمره بقى يا كابتن عادل، عشان معلش الناس عماله تبعت لي اهو. فريق كره الماء بالنادي الاهلي يفوز على الزمالك 17-6،
ضمن منافسات بطوله الجمهوريه. بالمره بقى يعني احنا تنس طاوله معرفش في حد غرق، اسالوا لي كده في حد غرق ولا الدنيا مشيت عادي 17/6 ده طبيعي ولا مش عارف. ماشي، فالحاجات اللطيفه دي يعني تعدي مفيش مشكله. ف يعني دايما بنفرح ودايما بنبسط باي حاجه، اي حاجه بيكسب فيها النادي الاهلي. بس ما حدش غرق بتقول. خلاص عدت بقى. حلو. طيب كابتن عادل، خلينا نرجع مره اخرى للمباراه واللي بيحصل في المباراه. حضرتك قلت ان في عدد من اللاعبين ما لعبوش في امام جمهور، ده امام جمهور. والحقيقه جمهور الوداد عمل ملحمه برضو. خلينا نتكلم بشكل يعني ان جمهور الوداد بالفعل، لانه فنيا لما تيجي تبص على الفريقين النادي الاهلي ونادي الوداد، لا النادي الاهلي اعلى في كل مركز. هتلاقي اللاعب اللي بيلعب في المركز ده بغض النظر عن مستوى اليوم ده، لكن بشكل عام لا النادي الاهلي افضل. لا انت طول عمرك افضل من فرق الوداد والترجي والحاجات دي. في الجيل ده كمان الحالي في فروقات كبيره قوي. ولكن زي ما اتفقنا ان احنا خلينا الشق بتاع الاتحاد الافريقي والمنظومه اللي هي حصلت وودوا المباراه المغرب ونجحوا ان هم يجهدوا ذهنيا فرقه النادي الاهلي. ولكن تعال بقى جوه الملعب نشوف جوه الملعب. أيوة. لا جمهور الوداد عمل حاجه قويه، ويمكن الكلام اللي انا قلته لك ان لاعبتنا مش ده ادائهم، يظهر ان الجمهور ضغط عليهم ضغطه جامده. وللعلم يعني احنا بنتكلم على جوه الملعب ما حصلش حاجه يعني في قضيه الملعب، بالعكس الجمهور المباراه كانت جيده جدا، الحكم كان هايل، ودي حاجه لازم نقولها ودي حقيقه. يعني هو المشكله ان اكتر من لاعب عندك كان يعني مش في يومه خالص، يمكن معظم اللعيبه عملنا اداء لا يليق بنهائي، ودي حقيقه. اللعيبه حتى في بدايه المباراه احنا ما اديناش الاداء الجيد. وظايف المكان بتاع اللاعبين انا شايف انه ما كانش بينفذوا الكلام ب 100%. حتى الفكره نفسها احنا استعجلنا المكسب من البدايه، حتى تشكيلنا بان عليه ان احنا استعجلنا المكسب، ودي كانت فيها يعني ما عجبتنيش قوي انك انت تستعجل المكسب في ماتش انت معتبر ان هو مباراه واحده وفاينل. اكيد الفاينل بيبقى ليه سماته وصفاته، وبالذات في الاجواء اللي زي دي. لكن من الاخر احنا بنتكلم ان فرقتنا كانت اكبر، احنا الافضل قبل المباراه، ولكن في المباراه فرقه الوداد كانوا الافضل، دي حقيقه، وبدليل ان هم كسبوا 2-0. عارف ليه انا بقول كده؟ عشان لازم نعالج الفرقه. البطل لازم يقوم بسرعه. الفرق ما بين الفرقه الكبيره والفرقه الصغيره طول عمرها انك انت لما بتنزل بتطلع جري، وبتطلع باسرع وقت، ما بتاخدش وقت كبير قوي. لكن احنا اخطانا في المباراه، ما اديناش اداء يعني انت ما بتبررش ولا حاجه الحمد لله. نعم؟ كل حد ما تيجي تتكلم عن اي حاجه او تعمل اي حاجه يقول لك اصل بتبرره. يا عم والله ما بتبرر. لا ما فيش تبرير. احنا قلنا احنا ما كناش كويسين في المباراه. لاعبين ما كناش كويسين في المباراه، ما قدرناش نديرها اداره كويسه في المباراه. انا بتكلم على ال 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 ارض الملعب. مظبوط. ولكن يا كابتن عادل معلش، وهل بعد كلام الكابتن عادل عبد الرحمن بيقوله، هل ده معناه ان انا امحي اربع خمس سنين فاتوا من حق الجمهور ان هو ينتقد؟ ما حدش يقدر يقول اي حاجه، لكن الجمهور هو اللي بيحط الواحد في اعلى سما وهو اللي بينزله يعني. ف هل ننسى الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ولا ايه من وجهه نظرك؟ ننساهم ازاي يعني؟ اولا بس انا ليا وجهه نظر. اتفضل. المباراه دي احنا كنا الافضل في كل حاجه. احنا في ربع ساعه مضيعين 6 جوال، 3 منهم انفراد. 3 انفراد كاملين ده في اخر ربع ساعه. اوكي. 4 كور، واحده مجدي قفشة، واحده بيرستاو، واحده شريف، صلاح محسن، واحده صلاح محسن، واحده حسين الشحات، واحده حسين الشحات. هم 3 فرص، 3 تسديدات، واحده في العارضه، والاثنين جولين. الاخ جوميز انا قبل المباراه كنت بشاكك فيه، لانه الراجل ده حكم
على الرغم بيقولوا ان هو احسن حكم. المباراه اللي قبل الماتش بتاعنا كان الوداد مع الفريق الانجولي اللي هو بترو اتلتيكو. بترو اتلتيكو صح. في راجل واخد انذار كان المفروض يديله الثاني. المفروض يديله الثاني ما ادهلوش. ده بقى اسمه ايه؟ احتواء بتاع عصام عبد الفتاح. اوكي. ده اسمه ايه احتواء؟ احتواء ان انا ده راجل يستحق الانذار انه واخد الكره بايديه ما خدش الانذار ثاني. الحاجه الثانيه يوم ماتشنا جه فينا جول. اوكي. واحنا مخطئين وفلان غلط وفلان غلط. طب انا فلان غلط وفلان غلط في كوره بتاعت طاهر وفي الشوط الاولاني واثنين رايحين على واحد. اثنين رايحين على واحد. أوكي. يروح حاسبها فاول. طيب الكره بتاعت الشناوي اللي راس الحربه او الراجل اللي جه يمسك الشناوي والكره اتلعبت وبقت في نص ملعبنا ورايحين واحنا اخطر. راح موقف اللعب وعمل ايه؟ اداله انذار. راجع اداله انذار. ايوه. ازاي انت رايح كاس عالم؟ انت رايح كاس عالم ازاي؟ طيب الكره قبل ما تبدا المباراه ما بتختبرش الكور؟ عندك 12 كوره. هل الكلام ده من النادي الاهلي؟ بيضيع وقت الشناوي من اول خمس دقائق. طيب طب والراجل بتاع المغرب لما برضه مسك بتاع الوداد طب مسك الكوره واشتكى من الكوره. انا حكم كويس ازاي كويس؟ الوقت الضايع ثلاث دقائق بيصلحوا له السماعه وثلاث دقائق الجول وقع وفي 10 تغييرات الجول وقع قد ايه؟ غير تضيع الوقت الثاني غير الكور اللي ما بترجعش من الملعب. الشناوي يجري عشان بيلاقي الكوره مش لاقي كوره يحسب اربع دقائق كويس منين؟ الراجل وليد سليمان الكره على ال 18 طب يا سيدي كان فاضل دقيقتين ولا حاجه طب احسبها يعني ذره في الرماد زي ما بيقولوا. بس هو مين وليد سليمان رايح الراجل راح نايم وراح جايبه تتحسب على وليد ازاي؟ اي منطق واي عقل يقول كده؟ وبعدين على طول يروح يطرد رامي دقيقه ايه ده؟ ده مش اقل من 12 دقيقه في المباراه ديت وبتعدي بتعدي ليه؟ لانه انا الاخ في فاولات عكسيه وفي فاولات للنادي الاهلي ما بتحسبش وراجل جاي يعني يكمل منظومه المؤامره ان انا بقى احسن حكم في افريقيا فانا جاي بقى ايه؟ بس ما حدش قال ان هو حكم انه بيقولوا كل الناس بتقول ان هو احسن حكم في افريقيا. انا بستغرب انا لا على تاريخه على تاريخه يعني يمكن بيقولوا كده كابتن عادل بيقولوا كده بس في المباراه دي ما كانش اعلى احسن ولا لم يكن جيدا اطلاقا وكان ضد النادي الاهلي في كل قراراته وبيضيع وقته طول المباراه وعمال يهزر. يا عم ده مباراه فيها بطوله وبعدين الشماريخ اللي كانت مولعه انت بتقول جمهور الوداد الجول الاولاني ما بقناش شايفين الكوره من الشماريخ الملعب بقى لونه ابيض. الجول الثاني نفس القصه بعد المباراه وهم بيسلموا الميداليات الملعب كله نار. ايه ده؟ ايه ده؟ بيحصل فين ده في اي حته في العالم؟ هناك بيحصل هناك ليه؟ لان المؤامره النهارده لما الكابتن محمود الخطيب وعلى المنصه ويتجاهل انا اسف ان بقول كده بيتجاهل رئيس الفيفا ورئيس الكاف وما يسلمش عليهم ويروح واقف في اخر المنصه فهم عارف لما يكون واحد دخل بيتك وسرقك فانت وهو بيسرق رحت انت ايه؟ بصير. ايه اللي انت بتعمله ده؟ فالاثنين بيقولوا تعالى فما جاش لان بالادب وبالحياة بيدي لكل واحد فيهم الم اللي انت بتعمله ده عيب ومش فير ومش عدل. هو لما الاثنين يجروا علشان يتطابوا عليه عشان ايه؟ حاسين بالذنب ان في حاجه غلط اتعملت. مجلس الاداره هو داخل الملعب امتى في تاريخ اي بلد في جزر الماوماو زي ما بيقولوا ان مجلس اداره داخل مش عارف يخش الملعب؟ امتى الكلام ده يحصل؟ يحصل في 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 في, في, في الكاف ان الكلام ده الكلام ده ممكن يحصل. الحاجه الثانيه والحاجه الغريبه جدا انك انت في 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 المباراه ديت
تحس ان مفيش حمايه. اللعيبه عايشين في جو رعب زي السنغال برضه، زي ماتش السنغال مع المنتخب. الله يفتح عليك يا كابتن، الله يفتح عليك. ايه الرعب اللي احنا فيه ده؟ دي مش ماتش كوره، دي مش كوره ورياضه. نعم. وبعدين الحاجه اللي انا ساعات بأشفق عليها من بعض الاعلاميين في مصر، يقول لك فوزي لكح ده يعني ده راجل هايل، عشان هايل فين؟ انت بتاخد حاجه مش من حقك. انت راجل، انا لما بنتخبك في الكاف علشان تبقى عادل مع كل انديه افريقيا، انما انت لما تيجي علشان تساند الوداد يبقى انت راجل ما عندكش عدل، زي اللي انا بنتخبه في مجلس الشعب. هل جاي علشان حي شبرا ولا عشان الشعب المصري كله؟ انت ما انتش عادل، انت راجل ظالم، لانك انت المفروض انك تتحاسب. والصحف الجزائريه والتونسيه وكل الصحف العالميه بتجرم هذا الرجل. الراجل ده لازم يتحاسب. يعني انت يا راجل بتتهم تونس ومصر انهم واخدين بطولات بطريقه فيها فساد. انا فساد؟ ده الفساد هو انت. ده انت من ساعه ما جيت الفساد موجود، وبيساعده للاسف عنصر من عناصر اللي موجوده في بلدنا، واللي الدوله المصريه سندته عشان يوصل للمكانه دي. فانا ابقى واقف بتفرج عليه وهو بيعمل الكلام ده كله في النادي الاهلي وفي مصر، وابقى قاعد بعيد عن 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 الصوره. ازاي الكلام ده يحصل يا كابتن؟ لا ما يحصلش، وما تعديش. واعتقد القرارات اللي النادي الاهلي مجلس الاداره خدها قبل ما يسافر قال الاتي: انا بطلع على المحكمه الرياضيه وبعدين هصعد، واعتقد ان هيبقى برضه في تصعيد حتى لو في 1%، وبرضه بعد التصعيد هيبقى في مؤتمر صحفي. النادي الاهلي ومجلس الاداره والكابتن محمود هيتقال المؤتمر الصحفي، وكل الملف اللي كان موجود هيتعرض. الناس وهي داخله الملعب وقبل الماتش باسبوعين يتحدد الملعب، مع ان اللائحه اللي هم بيسندوا عليها بتقول ان الماتش يبقى في ارض محايده. اللائحه اللي هم بيستندوا عليها ان يبقى ماتش واحد. وعايز تقلد لي تقلد لي اوروبا؟ اوروبا يا سيدي انت بتلعب في اسبانيا جنبك فرنسا، الناس بتركب القطر والاتوبيس في ثانيه بيبقوا بيرجعوا اخر النهار. انت بتلعبني اللائحه بتقول ان انت ارض محايده وماتش واحد. ماتش واحد ازاي؟ ده انت يا راجل، انت الاتحاد الافريقي انت عايز تلعب مباراتين ثلاثه علشان يبقى عندك رصيد من الدخل عشان تدعم الفرق في على مستوى الافريقي. فانت بتلعب بره ماتش واحد. طيب الماتش الواحد انت بتلعبه في المغرب اللي هي المفروض ثلاث مرات بيتلعب على ارضها. يعني ماتش الاهلي والزمالك لولا ان الاهلي والزمالك لعبوا الفاينل كان احد الانديه المغربيه كنا نلعب في المغرب برضه. فانت دي لتاني مره. الكلام ده كله هيعدي في العالم كله؟ مش هيعدي، ولا هيعدي على النادي الاهلي. واللي انا بتمناه على الدوله المصريه انها تقف مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده نادي وطني، نادي يعني ايه قيم، يعني ايه مبادئ. النادي الوداد لو جه يلعبنا بكره هتلاقي مجلس الاداره بتاع الوداد معزز مكرم، وداخلين بالعربيات جوه المقصوره، واحترام وكل حاجه. انما مجلس الاداره بتاعنا يتبهدل البهدله دي، الاستاذ الوزير العامري والمهندس خالد مرتجي والكابتن حسام غالي يتبهدلوا البهدله دي، مين يرضى بكده؟ السيد الوزير فين؟ ازاي المجلس الاداره يتبهدل البهدله دي؟ اي منطق يقول كده؟ ما بتكلمش على الشعب المغربي يا كابتن اسامه، الشعب المغربي على احنا شعوب. انا بتكلم على الكاف ونادي الوداد، والكاف هو اللي بيدير المباراه. مجلس اداره النادي الاهلي يتعامل بالطريقه دي ازاي؟ انتوا تعملوا كده لما بتيجوا مصر؟ بتتعاملوا كده؟ انتوا بتتشالوا فوق الراس ومعززين مكرمين من اول ما تحط رجليكوا، واحنا اشقاء قبل اي حاجه. انما ماتش كوره يوصل لمرحله ان احنا نبقى بالشكل ده، اعتقد ان دي حاجه لازم يبقى فيها حل. لكن لا الحكم كان موفق ولا التنظيم كان جيد، وكان في ظلم باين على النادي الاهلي، وظلم مجلس، ظلم على مجلس الاداره. واعتقد ان مجلس الاداره مش هيسكت. وبعدين برضو اختم كلامي، الحرب الشغاله على موسيماني، بقالنا سنه بنحارب في موسيماني. يا سيدي موسيماني مجلس الاداره بيحاسبه، انت مالك ومال موسيماني؟ انت مالك وماله؟ النادي الاهلي يعرف ان هو ازاي يحاسب المدير الفني بتاعه،
انت عايز تضرب في النادي الاهلي عن طريق موسيماني، يجي النادي الاهلي يروح ماشي بقى المدير الفني، تقوم انت ايه تتبسط تبقى فرحان ان انت بقى ايه نجحت انك انت تتدخل انك تخلي اداره النادي الاهلي تمشي المدير الفني بتاعها عشان الفرقه عقبال ما يجي لك مدير فني تاني يبقى فيه تبقى فيه مشكله. فبرضه بيضربوا في النادي الاهلي من خلال الجهاز الفني كابتن سيد والكابتن موسيماني بطريقه فجه، وهم زي ما حضرتك تفضلت بعيد قوي قوي عن ان هم يعني قربوا منك ولا كمان 20 سنه. فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل عبد الرحمن، كلمات اخيره. يعني انا كلمت وقلت يمكن الكابتن عادل اتكلم وقال ان انا على لعيبه النادي الاهلي كانوا الافضل وكده، هو ان انا قلت ربع نص ساعه يعني الاخيره او ثلث ساعه الاخيره يعني. لكن عايز اقول كلمه مهمه قوي. اتفضل. النادي الاهلي نادي كبير طبعا، وعلشان طول عمره كبير من حاجتين، لما بيقع بيقوم بسرعه، لما بيخطا بيعتذر. صح. ده من وجهه نظر. احنا ما كناش في المباراه دي، يعني انا بتكلم بصوت ب ب ب ب يعني بصوت انا من الجمهور، يعني كنا منتظرين ناخد الكاس ونلعب ولاعيبتنا تبقى اقوى من كده كتير. نعم. في روح ما كانتش عاليه قوي. افضل حاجه نستوعب الدرس اللي احنا فيه. اول حاجه اللعيبه لازم تراجع نفسها، احنا عندنا دوري، وخلي بالكم طول الوقت الناس عاوزه توقع فيكم. صح. وقعك في الدوري، انت وقعت الدوري السنه اللي فاتت، فعل 18 بونت راح منك من الفار، وانا اعدهم لك، انا كنت بحلل الدوري فاعدهم لك 18 بونت. انت لغايه دلوقتي خسران 6 بونت من الفار، مش هنستحمل بقى اكتر من كده. تمام. فلازم اللعيبه ترجع تقف على رجليها، عندناش مشكله، البطل يمرض ولا يموت. انت خلصت تاخد البطوله الافريقيه السنه الجايه، وهتروح كاس العالم للانديه ان شاء الله السنه الجايه، ولكن في اوقات كتير قوي لازم واقفه مع النفس من اللاعبين واعاده صياغه شويه في الفريق. ده وضع طبيعي. نعم. الدنيا كلها كده، كل الدنيا على هذا المنوال. لما انت يعني مش عشان الاخفاق، حتى لو كنت خدت بطوله افريقيا يجب في اعاده صياغه كل سنه لاي تيم كبير. لكن التيم الكبير دائما بيتطلع ليه او بيلعب على جميع الايه البطولات. فانت لما في جميع البطولات بتلعب عليها يا كابتن اسلام، يجب ان يكون عندك عدد كبير وكافي من اللاعبين. نعم. علشان كده بقول لك البدايه احنا خلاص عرفنا المؤامره ودرس خدناه، محدش هيلعب علينا تاني ولا حد يقدر يلعب علينا تاني، لاني خلاص انتهى الموضوع. انا بحب سيد عبد الحفيظ جدا ومقتنع بيها يا كابتن اسلام قوي. ايوه. ليه؟ لان سيد عبد الحفيظ طول الوقت بيدافع عن فرقته بالشكل اللي انا شايفه صح. اوكي. في الوقت ده انا شايف سيد صح، لانه بيدافع. لما بيجي يدافع سيد ما بيتجاوزش وما بيعملش، ولكن بيدافع بحراره وبقوه، لان ما بيجوش الا كده. انت بتتكلم على على حكم رايح يعمل خطا قانوني 100%، يعني خطا قانوني، يعني انت رايح تعمل رايح للفار في خطا قانوني، فواحد بيجي يحذرك يقول لك ده خطا قانوني، يعني انت هترتكب خطا راح يطرده. ليه؟ لان الموضوع ماشي على كده، انت فاهمني. فان شاء الله عرض لك خلاص قفلنا ملف افريقيا، دخلنا على ملف الدوري، هنبدا مباريات الدوري ان شاء الله، وربنا يوفق. والنادي الاهلي عمره ما هيتاثر حتى ببطوله، لان لو لعبنا 50 سنه صح محدش هيجيبنا. تنادل تايم. برضو بشد على ايد عادل انه النادي الاهلي في المباراه ديت لو نعيدها كده بالهداوه، 3 فرص، واحده في العارضه، والكورتين اللي اتشاطوا خطأين مننا. احنا لعبتنا الافضل في كل النواحي، فرصنا اكتر بكتير، 12 كور على احنا شايتين هم 7 بين الثلاث خشبات. الارقام كلها كانت في صالحنا، لكن نتيجه الزعل والعاطفه احنا حاسين ان هم كانوا افضل مننا. هم ما كانوش افضل مننا، احنا كان في البدايه كان في الشده او الخوف الزياده او نعتبرها اي حاجه، لكن في لفته مش عارف الناس خدت بالها منها، اعتقد
الكابتن خطيب لما طلع على المنصه تعمد ان كل لعيبه النادي الاهلي وهي خارجه ياخدهم بالحضن. لو حضرتك لو ما مش هينفع نجيبها طبعا مش هينفع نجيبها، لكن كلنا شفناه وقف بالعرض وظهره للكاميرا وكل اللعيبه وهي جايه واحد واحد بالاداريين بكل الناس بياخدوا بالحضن. ما معناه ايه؟ معناه ان انتوا كلاعبين ما قصرتوش والاداره ما قصرتش، وانتوا ياما جبتوا لنا بطولات وياما اسعدتونا، ومش معنى ان حصل اخفاق في مباراه ان ده نهايه الكون. احنا عندنا من البطولات والرصيد طبعا، انما احنا عندنا مبدا ولا مش هننسحب، وان شاء الله البطولات جايه بكثافه ان شاء الله، ولاعبتنا كلهم رجاله، وهاني من احسن الرجاله طبعا، وكل لعيبه على اعلى مستوى، وحمدي هيرجع اقوى من مكان، وباذن الله تعالى اولادنا احنا فخورين بيهم، وان شاء الله يشرفونا في جميع المجالات، وبدايه من الدوري والكاس كل الماتشات ان شاء الله يسعدوا جماهيرهم اللي هي كانت دايما سند كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن عادل التعيم على وجودك معانا النهارده. شكرا استمتعنا بوجود حضرتك معانا. شكرا كابتن. شكرا جزيلا يا كابتن عادل عبد الرحمن على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دي كانت حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد. هنطلع ان شاء الله بعد نهايه مباراه منتخبنا الوطني في تصفيات كاس الامم الافريقيه القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد على خير.